بار الفن، والفن بكل تأكيد لما بنتكلم على يعني كلها أيام ونستقبل الشهر الكريم، كل سنة وحدكم طيبين وبخير. دي الوجبة الرئيسية بالنسبة لكل مشاهد مصري، وقت الفطار، وقت الصيام، بعد الفطار التلفزيون، الأخبار، المسلسلات، مش بس التلفزيون لكن عندنا كمان السوشيال ميديا، وعندنا المنصات واللي وفرت بديل إن الناس تتفرج في الوقت اللي هي عايزاه وبالشكل اللي يريحها. فعلشان كده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبقالها فترة الحقيقة وهي بتتكلم في أهمية التنوع، وأهمية إن الوجبة الدرامية تكون وجبة متكاملة، ويكون في هدف، ويكون في أعمال جادة، أعمال تناسب الأسرة والعائلة المصرية، تلائم كل الأذواق إن شاء الله. طبعا احنا تباعا من النهاردة كده هنبتدي مع حضراتكم نقول لكم شوية أخبار بقى عن المسلسلات اللي هتشوفوها بإذن الله في شهر رمضان الكريم. عندنا 16 مسلسل هيتعرضوا على شاشات قنوات المتحدة بإذن الله تعالى. في تنوع كبير كبير جدا جدا ما بين الاعمال الدينيه والاعمال الاجتماعيه، الحاجات اللي فيها اكشن، الدراما، الحاجات برضو اللي فيها كده النكهه الكوميديه الجميله اللي احنا محتاجينها في الشهر الكريم يعني، او محتاجينها عامه يعني. خلينا اقول من ضمن المسلسلات اللي هتشوفوها ان شاء الله حصريا على شاشه الحياه مسلسل الف حمد لله على السلامه. خليني اقول ان البطله اهي قدام حضراتكم، الجميله والمتالقه دايما الفنانه الكبيره النجمه يسرى. وطبعا زي ما انتم شايفين على الشاشه خلاص احنا تعودنا فنانتنا الكبيره يسرى مع كل مسلسل مع كل عمل بنلاقي حد تاني خالص، لوك جديد، شكل مختلف، مش بس الشكل لكن كمان من حيث المضمون. الاختيارات الخاصه بالفنانه الفنانة يسرى دايما بتفاجئنا كل سنة في شهر رمضان تقريبا بشيء جديد ومختلف. يمكن احنا شفناها السنة اللي فاتت كان المسلسل الخاص بيها، برضو عملت شغل تاني كان أحلام سعيدة، وكان كوميديا بس برضو في حتة كده يعني ايه، قصة إنسانية وحاجة نحس بيها كمان بالمعاناة، لكن ازاي قدرنا نتخطى ده. ألف حمد لله على السلامة أكيد هيكون حاجة مختلفة تماما، لأنه كمان الفنانة يسرى بتحب دايما الجديد والتجديد، وإنها تتعامل مع مخرج ومؤلف ممكن لأول مرة تتعامل معاهم، بس أكيد هنا الورق والمضمون والفكرة بيكون هما الدافع للاختيار إنك تتكلم على عمل بالشكل ده، لأنه كمان احنا فاهمين هو عمل كوميدي من أسامي كمان الشخصيات اللي موجودة في هذا العمل، من بينهم اللطيفة القمر شيماء سيف، محمد ثروت كوميديان جبار، ميان السيد البنوتة الجميلة، آدم الشرقاوي، سماء إبراهيم، شباب طبعا جمال. فإيه بقى حكاية ألف حمد لله على السلامة ده اللي هنتكلم عنه مع السيناريست محمد ذو الفقار مؤلف مسلسل ألف حمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أهلا أهلا بيك. الاسم نفسه حلو يعني من الأول كده يعني الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني يخلي الواحد إيه يقول كده يعني إفيه ويرد. بالظبط كده. أستاذ محمد. هو المسلسل قايم على كده، قايم على الموقف. يعني هي المفروض البطلة بتاعتنا راجعة من سنين غربة طويلة. وهي وعيالها الاتنين. وبعدين بيحصل مواقف بقى هنا في مصر يعني. يمكن مواقف احنا كلنا بنقابلها، ولكن مواقف كوميديه. اللي جاي من بره هيشوفها بشكل تاني. لا خالص، هيشوفوها بنفس المواقف اللي احنا بنشوفها وبنعيشها، فهي دي كانت بالنسبه لي الصعوبه في ان انا اوصل ده. بس يعني اسره الام وبناتها الاثنين، ولد وبنت، ولد وبنت، مين هم بقى في المسلسل؟ وادم الشرقاوي وميان السيد. وميان السيد ويبداوا بقى كده. هي يعني كل حلقه ليها قصه، ليها موضوع، موقف، ولا المساله ماشيه ازاي؟ لا خالص، هو المسلسل كله قائم على ان هي راجعه اولادها بعد وصيه من جوزها ان هم هياخدوا ورثهم. فمن اول ما بيجوا بقى بيحصل لهم حاجات قدريه بتحصل ممكن مع مواقف معانا كلنا يعني كمصريين، وهم بيستقبلوها برضو بطريقه كوميديه. تمام. كمان بيقابلوا شيماء السيد و شيماء سيف سوري ومحمد ثروت. دول الاثنين متجوزين فعاملين الله لوحدهم. طبعا الحكايه اصلا كده. بالظبط يعني. وفي الاستاذ محمد محمود ومن السيد وسناء ابراهيم،
فالمجموعه كلها كوميديه، هم ربنا يستر عليهم وهم بيصوروا دلوقتي بيموتوا من الضحك طبعا، ان شاء الله يخلصوا على خير. طيب انما المساله اللي بتبقى فيها طبيعيه والكوميديا بيبقى فيه ساعات اللي هو ايه، الموقف يحكم، او ممكن افيه او جمله حضرتك مش كاتبها وتيجي. انا باخد بقول السؤال ده ليه من سياق كلام حضرتك، تقول ربنا يستر بقى هم ايه مش مبطلين ضحك وهم بيصوروا. انت سامح او في حدود او في مرونه واحنا بنصور الدنيا هتمشي ازاي؟ هي في مرونه من خلال الشخصيات طبعا. يعني بمعنى ايه، احنا دلوقتي ماسكين شخصيات، الشخصيات قائمه على الدراما بتاعتنا، فاكيد اكيد اكيد بيحصل افيه وهم واقفين على الهواء، بيحصل كلمه، بيحصل حاجه مفاجاه طبعا، ده بيعلي على الدواء خصوصا ان هم كوميديانات. بالظبط، اكيد هيطلع منهم ده بتلقائيه، في ارتجال بيحصل لكن طبعا ارتجال محدود يعني. طبعا المخرج اكيد شايف ايه اللي ممكن يكون مفيد للمسلسل وايه اللي مش كده. هو ده اول تعامل ليك مع المخرج ولا اتعاوننا واشتغلنا قبل كده مع بعض؟ لا هو اول تعاون ليا مع المخرج. إيه لكن هو مش اول تعاون ليا مع المخرج الحياه. انا استاذ عمرو صلاح. بالظبط، يعني قناه الحياه بالنسبه لي اول ما عرفت ان المسلسل هينزل عليها تفائلت جدا وانبسطت جدا. الحمد لله يا رب. ليه بقى؟ احنا وش خير. ايوه جدا، لان انا ليا مسلسل اتعرض من كذا سنه اسمه الوسواس، كان على حصري برضو على الوسواس، على سوري على الحياه، وكسر الدنيا ساعتها، فانا متفائل. الحمد لله يا رب. الحمد لله، ان شاء الله يا رب خير باذن الله ويكسر الدنيا ان شاء الله. طب انت بقى حضرتك يعني حته انه في كتير واعمال كتير وفي تنوع وهنا وهنا وهنا، ده بيقلق ولا بيخدم؟ هو بيخدم لما يعني انا اولا اخترت ان انا اتعاون، الحمد لله طبعا، ان انا مبسوط جدا ان انا تعاونت مع الشركه المتحده، مع العدل جروب، استاذ جمال العدل شخص رائع، منتج رائع، بيهتم بالدراما، بيهتم بكل حاجه بالتفاصيل فعلا. فبالنسبه لي انا مرتاح بده، متفائل كمان بده. كمان الاستاذه يسرى نجمة من العيار التقيل طبعا، فالتعامل معاها فعلا بيعلمني. لما استاذه يسرى قرت الورق وقعدنا واتكلمنا، طبعا ده برضو اول تعامل ليك مع النجمة يسرى، كان رد الفعل ايه او ايه الحوار اللي دار؟ انا اول ما كتبت الفكرة هي اللي في دماغي، ما ينفعش، هي هي شايفها الشخصية اللي في دماغي. جدا. فلما بعت لها، هي ست شاطره، نجمه، عشان كده وصلت للنجوميه دي اكيد، فكانت محترفه جدا، تقرا وتقول لي، وبعد كده ففضلنا رايح جاي كده لحد ما ايه، انا تواصلت مع الاستاذ جمال. فالاستاذ جمال بما انه خبره كبيره، هو على طول راح داخل في الموضوع وراح مكمل وبقى سند وظهر، انا بعتبره اب. فالموضوع دخل في سكه المناقشات بقى والكتابه والقرايه لحد ما وصلنا الحمد لله لطريق كويس الحمد لله. بس فان شاء الله تكمل على خير والمشاهده تبقى رائعه باذن الله ان شاء الله. استاذ محمد، سؤال اخير، انا هسال حضرتك بعيدا عن المسلسل، يعني بوصف حضرتك مؤلف، يعني صنعتك وشغلتك هي ال 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 الوعي، وازاي تبقى فيه رساله وفيه مضمون، وهنا البلد يعني شغاله على مساله قوه مصر الناعمه ومعركه الوعي وبناء الانسان، العناوين المهمه دي اللي احنا محتاجينها. هنا بتكلم على الفن، لما حضرتك اشرت من شويه على المتحده للخدمات الاعلاميه وتعاونها مع العدل جروب، شايف ازاي هذا التعاون افساح المجال لكتير من شركات الانتاج، حتى بدا الكلام ده من السنه اللي فاتت تقريبا واللي قبلها، انه يبقى في اعمال كتيره، يبقى في منافسه، يبقى في مردود عند المواطن، عند الناس اللي قاعده بتشوف وبتتعلم، او يبقى في رساله من ورا العمل ده. الملف ده شايفه ومتابعه ازاي يا استاذ محمد؟ حضرتك المسلسل بتاعي ده من ضمن الملف، يعني انا حتى لو انا عامله كوميدي لكن في النهايه له رساله، مش مجرد الناس هتقعد تتفرج لا بالعكس، انا نفسي كانت رسالتي فيه الناس تحب مصر، شوفها ازاي. احنا الناس دي جم في لحظه ضعف واحنا احتضناهم، اللي هم الابطال جايين ضعفاء واحنا احتضناهم.
حتى لو احنا بنهزر، حتى لو احنا طيبين، حتى فده في حد ذاته كان فكره يعني بتدور في دماغي طول الوقت. انا عايز انت جاي، انت اللي تحب، احنا هنا، احنا. فالحمد لله ان لقيت تشجيع، لقيت تشجيع من الاستاذ يسري الفخراني، لقيت تشجيع من الاستاذ هشام سليمان في المتحده، تشجيع كامل من الاستاذ جمال. فالتشجيع ده خلاني بالعكس يعني ايه، بدل ما كنت ببقى قلقان، لا بكتب واشتغلوا. فده بالنسبه لي حاجه رائعه. الاستاذه يسرى كمان من النجمات اللي بتهتم بالعمل ككل، يعني هي مش مهتمه بدورها بس، لا ده بكل الاركان. فقاعده طول الوقت ما شاء الله عليها شغاله، بتفكر ان شاء الله بالتوفيق يا رب. ان شاء الله على قد ما يبقى مسلسل مختلف، على قد التعب والاجتهاد فيه ان شاء الله يبقى يعني يلاقي كده استحسان الجمهور باذن الله، وتكون شاشه الحياه زي ما هي دايما وشها حلو كده على الاعمال اللي بتذاع عليها. شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ محمد. استاذ محمد ذو الفقار كاتب وسيناريست مسلسل الف حمد لله على السلامه اللي هيذاع حصري على شاشه الحياه ان شاء الله.